المواد الخلافية في دستور 2012 هتكون معانا على الشاشة وهنتابعها مع حضراتكم في هذا العرض، ونرجع ونعلق عليها مع كاتبنا. المادة رقم 4: يؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية. المعترضون تذكرنا بولاية الفقيه في إيران تأخذ جزءا من حق التشريع من البرلمان والتطبيق من القضاء. المادة 10: الأسرة أساس المجتمع وقوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية وعلى تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون. المعترضون: مادة تفتح الباب للتيارات الدينية وجماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتدخل في أساس المجتمع. المادة 11: ترعى الدولة والأخلاق والآداب والنظام العام والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية والحقائق العلمية والثقافة العربية والتراث التاريخي والحضاري للشعب، وذلك وفقا لما ينظمه القانون. المعترضون: حماية الدولة للأخلاق العامة ستشكل على الأرجح تعديا على الحريات الشخصية بحجة الدفاع عن الآداب العامة. المادة 43: حرية الاعتقاد مصونة، وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون. المعترضون: الطبيعة الإقصائية للمادة تتعارض مع مبدأ الحرية الدينية. المادة 44: تحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة. المعترضون: غامضة ولا يمكن أن تؤدي إلا إلى الحرمان من الحريات. المواد الخاصة برئيس الجمهورية والتي تتناول صلاحيات الرئيس، فرئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية. المادة 132: وهو يختار رئيس الوزراء. المادة 139: ويضع السياسة العامة للدولة. المادة 140: وهو المسؤول عن الدفاع والأمن القومي والسياسة الخارجية. المادة 141 إلى آخره. المعترضون: تؤسس لحكم استبدادي. المادة 219: مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية والقواعد الأصولية والفقهية ومصادر المادة المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة. المعترضون: تؤدي إلى أزمات شديدة، لأن النظام القانوني المصري كان يأخذ بنظم قانونية متعددة وكان يفتح آفاقا على مذاهب إسلامية كثيرة. يمكن من أشهر المواد المادة الأخيرة، مادة 219. أستاذ محمد، إيه المادة اللي حضرتك تحب يعني نبدأ بها؟